لفرنسابانك تاريخ عريق بتمويل الاقتصاد اللبناني بيعود لأكثر من 90 سنة. سر نجاح فرنسابانك هو دائما يكون السباق بالمجالات المصرفية ومنها اليوم البيئية. وقد أنشأ فرنسابانك خلية متخصصة بتمويل الطاقات البديلة، هدفها إيجاد مكون بيئي بكل ملف تسليف. فحتى اليوم تم تمويل أكثر من 150 مشروع له بعد بيئي بقيمة 100 مليون دولار، وما زال في 50 مليون دولار قيد الدرس. والأهم أنه 50% من هالمشاريع اللي بتأمن كفاءة الطاقة هي بالسياحة والزراعة والصناعة كما الجامعات والمدارس. وقد حاز مصرفنا على تقدير مؤسسات دولية ودعينا للمشاركة والتحدث بمؤتمرات مختلفة، منها الكوب 21 في باريس واليو ان جلوبال كومباكت وليدر سميت في نيويورك. فرنسابانك فخور بإنجازاته في هذا الإطار وبيتمنى يكون قدوة للمصارف الأخرى اللي بدأت بتمويل هالمشاريع، ومستعد يتعاون مع أي مؤسسة أو شركة أو حتى مصرف بيرغب بالاستفادة من خبراتنا، لأنه بالنهاية المطاف إدارة الطاقة مسؤوليتنا كلنا.